عسلامة. في الحقيقة ما كنت باش نعمل فيديو حول الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، على خاطر تقريبا كل شيء تقال، والشعب التونسي أصبح واعي وعارف فين ماشي، ورجال تونس وأحرارها، هذا المبدأ الحر اللي قاعد يظهر في تونس واللي بشر بخير، ووضح ياسر أمور وخذا مواقف شجاعة في هذه المسألة. أنا حبيت هوني نذكر بعض النقاط اللي نشوفها مهمة واللي ما تكلموش عليها البعض. بالحقيقة ساعة شيء يشرف أنه تونس وصلت لهذا المستوى، ليس أن تونس وصلت للحرية، لا، وإنما أهم حاجة اللي تسعدني في اللي وصلت له تونس هو عرفنا حجم الخطر اللي هدد تونس، اللي هو الفكر الإسلامي الظلامي. تعرفوا باش نواجهوا خطر لازمنا نعرف حجمه، وهذا الحجم ما نجمناش نعرفوه لا في عهد بورقيبة لا في عهد بن علي. علاش؟ على خاطر هذا المد الإسلامي العروبي الشرقي الاستعماري كان يشتغل في الخفاء من السبعينات، عنده 40 سنة، وهو عنده بنية تحتية قوية تخدم في الخفاء، حتى أن كل المحاولات لضرب هذه البنية لم تأتي بنتيجة، وهذا طبيعي لكل الحركات الإرهابية والحركات الظلامية اللي ما تنجمش تخدم في النور وفي الوضوح، خاطر لازمها هذه البنية التحتية. واحنا نعرف حركة الاتجاه الإسلامي اللي بدأت من السبعينات واللي جات وشوشت على تونس وبدلت مسار تونس وهلكت آلاف العائلات، هي الآن رجعت لتونس. ما نقولش رجعت على خاطر هي موجودة، وإنما ظهرت على الساحة السياسية بدون أن تحل البنية التحتية متاعها اللي ما زالت تخدم بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. احنا نعرفوا اللي الشعوب لكي تتطور لازمها تمر بثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي محي الأمية والقضاء على الأفكار الجاهلية والأفكار اللي تخلينا ما نتقدمش، سواء التقليدية أو الدينية. وبورقيبة في الحقيقة بعد الاستقلال مشى في هذا الاتجاه، ولكن ظهور الحركة الإسلامية الاتجاه الإسلامي في السبعينات فسدت هذا البرنامج، ووصلت النتيجة إلى الانقلاب الأبيض الذي وقع على بورقيبة عام 87 وظهور بن علي في السلطة. بن علي وقتها جاء في عوض واصل في الطريق اللي بدأ فيه بورقيبة اللي هو محو الأمية، أهمل هذا الجانب وحرق المراحل وانتقل إلى ما يسمى بالمرحلة الاقتصادية. قلنا المرحلة الأولى هي محو الأمية، المرحلة الثانية هي مرحلة ما يسمى الرفاهة الاجتماعية. ولكن المشكل بن علي بدأ في هذا الاتجاه، ولكن في الأخير تحول إلى عصابة تتحكم في أموال تونس وفي رؤوس الأموال وجعلها مسألة شخصية، وقضى على التعليم وهلكوا كليا بتعريب التعليم وغيرها من الأمور والبرامج اللي معناتها توضعت، يعني ما كانش فما اهتمام كبير. فهمت خاطر بن علي نوعا ما نجم نقوله يعني حب يسرق ويسحب البساط من تحت الإسلاميين ويظهر هو المدافع على حماية الدين. وتعرفوا
كيفاش يعني مشى حج وبنى جامع قرطاج وحب يظهر روحه هو أمير المؤمنين، وهذا غلطة كبيرة من بن علي واللي انتهت بهروبه من تونس. إذا المرحلة الأولى هي محو الأمية اللي بورقيبة ما كملهاش. المرحلة الثانية هي الرفاهة الاجتماعية والاقتصاد اللي بورقيبة اللي بن علي بداها في الأول ثم انحرف بها نحو مصالحه الشخصية ومصالح العائلة متاعه والانتوراج متاعه والجماعة اللي حوله. المرحلة الثالثة هي الحرية، على خاطر ما تنجمش تعطي الشعب الحرية وهو جاهل، ما تنجمش تعطي الشعب الحرية وهو جيعان، لازم الوعي ثم تشبعه وتعطيه الرفاهة ثم تعطيه الحرية. المشكل اللي المشروع التونسي تم تعطيله في مرحلة بورقيبة، والسبب هما هذوما المجرمين الإسلاميين، وتم نجم نقوله مش تعطيله وإنما الانحراف به من طرف حاشية بن علي من أجل مصالح شخصية. حركة الاتجاه الإسلامي من أول اللي ظهرت هي ظهرت كحركة سرية، ورغم كل محاولاتها للظهور كانت ديما تحافظ على القاعدة السرية متاعها اللي هي القاعدة اللي تخدم بها. كي كل الحركات الإرهابية والحركات الإجرامية والحركات الديكتاتورية واللي عندها أفكار مدمرة عمرها ما تكون واضحة، ديما عندها مظهر خارجي ومظهر تحتي كيما المافيا كيما غيره. المشكل وقت هرب بن علي الحركة هذه ظهرت كحزب سياسي ولكن لم تحل قاعدتها التحتية، خليتها كما هي، تعرفوا للقاعدة العسكرية متاحة والقاعدة التمويلية متاحة بقات كما هي. وكونت حزب سياسي في الظاهر دخلت به ما يسمى بالصراع السياسي، وهذا الأسلوب هو أسلوب المافيا ولا يمكن أن يقبل به مجتمع واعي كما المجتمع التونسي. أنا علاش قلت اللي أنا فرحان باللي وصلت له تونس، على خطر عرفنا حجم الخطر اللي هدد تونس هو هذه الحركة الإسلامية، مش النهضة برك وإنما البنية التحتية متاعها والعناصر اللي تخدم بهم. النهضة أول ما وصلت للحكم في تونس بعد هروب بن علي إيش عملت؟ أرجعت القواعد متاعها المضروبة الكل، سواء في المؤسسات الحكومية سواء في الجمعيات الثقافية وغيرها سواء في المساجد، ودعمتها وحتى في الداخلية وحتى في الجيش. نعرف احنا اللي فما عناصر ياسر من الجيش تم تكسيرهم في عهد بن علي، تم إرجاحهم أو وضعهم مستشارين، وتم التغلغل داخل ما يسمى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بصفة عامة. 3 سنين النهضة عملت على إعادة بناء البنية التحتية متاعها، ما اهتمتش كثير بالحزب السياسي اللي هو اسمه النهضة. وبالطبع اللي فاهم هذه اللعبة الكل ما يكونوا كان البرجيبيين والسياسيين اللي حكموا تونس من وقت الاستقلال، سوى تجمعيين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هذوما فاهمين اللعبة، على خاطر هذوما عاصروا حركة الاتجاه الإسلامي من الأول متاعها من السبعينات، عاصروها ويعرفوها كيفاش تخدم، وهما فاهمين بالكدا اللعبة متاعها، وعارفين أن حركة الاتجاه الإسلامي أو النهضة الآن هي في الحقيقة حركة معناتها ظاهرة باسم حزب النهضة ولكن عندها بنية تحتية. هذه الحركة استطاعت خلال 3 سنوات إعادة توزيع نفسها على جميع المناطق التونسية وخاصة المناطق الجنوبية والمناطق الداخلية، وفي نفس الوقت قوات روحها وشرات عباد باش يخدموا مصالحها، خاصة
من التجمعيين اللي مهمهمش كان الفلوس، ما عندهمش مبادئ، خاطر فما فرق راه، فما تجمع عنده مبدأ، فما تجمعي كيما نقولوا احنا قواد، اللي يعطي اكثر يخدم معاه، هما هذوما اللي شريتهم. يعني الحثالة متاع التجمعين الكل انضموا للنهضة، ومع بالطبع عملهم في المناطق اللي ينتشر فيها نجم نقولوا المد العروبي الإسلامي، وينتشر فيها التخلف والفقر، من أجل أنها تعاود تعمل إمبراطورية كبيرة في تونس. إذن النهضة عندما تستقيل من الحكومة مش مهم بالنسبة لها، على خاطر النهضة من اللي جات لتونس المهم بالنسبة لها هي هذه البنية التحتية، وهي خلال الثلاثة سنوات هذه استطاعت تبنيها وتقويها وتدعمها، وجعلتها معناتها نجم نقولوا قاعدة لها تحمي وجودها. وبالطبع لكي تحمي هذه لازمها رجال سياسة يدعون العلمانية ويدعون حقوق الإنسان ويدعون كذا وكذا وكذا، من أجل أنهم ما يضربوش هذه القاعدة. هذاك علاش النهضة دعمت الطرطور. راهو التونسي وقت يلقي لقب على شخص ما يلقيش لقب هكاكا، تونسي ذكي، وقت سمى رئيس بين قوسين الجمهورية المؤقت بالطرطور مش اعتباط هكاكا، لا، التونسي يفهم ويعرف علاش سماه الطرطور، على خاطر هو بالفعل طرطور يخدم مصالح النهضة. النهضة باش تحاول تستعمله لآخر لحظة، أما نهارت اللي تلوحوا تلوحوا، خاطر هو بالفعل طرطور ما يصلح لشيء. علاش النهضة حتى وقت يجي يقول النهضة ماهيش باش تدعم حتى رئيس؟ هذا كلام، على خاطر تعرف اللي البنية التحتية متاعها تدعم هذا الطرطور، دعمته. وهي علاش شد صحيح في الطرطور؟ على خاطر الطرطور هو الوحيد اللي ماهوش باش يكسر بنيتها التحتية، على خاطر النهضة بلاش بنية تحتية ما تسوى حتى شيء. الحزب النهضة اللي توا موجود ما عنده حتى قيمة ما غير البنية التحتية متاعه، سوى العسكرية سوى الاقتصادية سوى الاجتماعية وغيرها. والآلاف اللي مشاو لسوريا وغيرها معناتها من المناطق وليبيا وكلهم هذوما الكل قواعد النهضة الأصلية، علاش بعثتهم؟ باش ميشوشوش على النهضة الحزب الظاهر هذا، وما يعملوش فوضى في البلاد يفسدوا عليها البرنامج متاعها. إذا اش عملت هي؟ بعثتهم لسوريا عن طريق تركيا، وبعثتهم لليبيا، وبعثتهم للدول الأخرى، أو كان اللي يموت يموت ترتاح منه. يعني النهضة راهي مش بهم، عندها 40 سنة راهي، وهي نجم نقولوا تناظر من أجل أهدافها الإسلامية العربية. هي شنو تخم؟ تقول هذوما العناصر متاعها، البنية التحتية متاعها العسكرية، لو يبقوا في تونس تو يعملوا لها فوضى، يعملوا لها مشاكل، يفسدوا عليها الخطة متاعها الجهنمية. إذا شنو تعمل؟ لازمها ترسلهم المناطق صراع أخرى، اللي يموت يموت ترتاح منه، واللي ميموتش تحتاجه في المستقبل، باش في حالة انها كحزب ظاهر يتعرض لخطر تستعمله. كيما نشوفوا توا العمليات اللي توقع في تونس كلها عمليات نتاع البنية التحتية نتاع النهضة، اللي زعمة النهضة الحزب بين قوسين بريء منها، هو مش بريء منها، هذيك قواعدها. البنية العسكرية نتاعها بدات من السبعينات، تغلغلها في الجيش بدا من السبعينات، محاولة الانقلاب تاع 87، محاولة الانقلاب تاع 92. يعني أنا كنت صغير في النهضة ونشوف هذاك الشيء، عام 87 85 86 كانوا يدربوا في جبل النحلي على السلاح، والسلاح يدخل من ليبيا. إذن تقولك النهضة ما عندهاش جناح عسكري، عندها جناح عسكري،
ولكن نتيجة الوضع السياسي والتغيرات العالمية بدلت التكتيك متاعها. تظهر اللي هي تتبرأ من الجناح العسكري، ولكن الجناح العسكري متاعها، وتستعمل وقت اللي تحب. وهي علاش شادة في الطرطور؟ على خاطر الطرطور هو الوحيد اللي نجم يحميلها القاعدة متاعها. وقتها يسميه التوانسة البشبوش بالغول، زادة ماهيش صدفة. علاش يسميه الغول؟ في الحقيقة شكون سمى الطرطور الطرطور؟ هما اللي فاهمين النهضة، خاطر يعرفوا اللعب نتاع النهضة واللعب نتاعها اللي تخدم فيها. واللي سمى البشبوش الباجي سماه الغول هما النهضة، على خاطر يعرفوا بعد الانتصار في المجلس التشريعي، يعني وصول الباجي للرئاسة، شنو معناها بالنسبة للنهضة؟ الباجي وقتها باش يوصل للرئاسة مش باش يمس النهضة كحزب، لا، على خاطر هو فاهم اللي النهضة كحزب ما عندها حتى قيمة، وإنما باش يضرب البنية التحتية نتاع النهضة، باش يمنحهم من المساجد اللي ينتشروا فيها وفي مناطق الظل والداخلية اللي يخدموا فيها، باش يضرب الجناح العسكري نتاعهم، باش يضرب الجناح الاقتصادي نتاعهم، باش يضرب التغلغلات نتاعهم اللي موجودة داخل الجيش وداخل معناتها المنظومة الأمنية. هذاك علاش يسميه غول؟ خاطر باش يقضي على البنية التحتية اللي بورقيبة ما نجمش يقضي عليها، وبن علي ما نجمش يقضي عليها، هو باش يقضي عليها. هذاك علاش هما شادين صحيح، شادين صحيح ويهردوا ويحركوا في الجنوب ويحركوا في العناصر نتاعهم، على خاطر معناتها شكل خطر عليهم. خاطر ضربان البنية التحتية متاع النهضة يعني انتهاء النهضة، ما تنجمش تخدم. هي تخدم في المناطق هذيك، تخدم في السر. هي كحزب ظاهر لو تتقدم للانتخابات ما عندها حتى قيمة بالأموال اللي يجيوها من الخارج. إذن هو باش يضربها هذه ويخليها كحزب كأي حزب. هذاك علاش أنا نقول للشعب التونسي انتبه. فما يقول لك عودة الدكتاتورية، ما تعادش الدكتاتورية، مستحيل. والباجي قاعد السبسي عنده تجربة سياسية ويعرف مليح النهضة، وهو الوحيد اللي نجم يضرب القاعدة متاعها الأساسية، وينجم ينظف المجموعة الأمنية وينظف العسكر من العناصر متاعها. هو يعرف فين موجود الخطر، لهذا مفهمش خيار. أنا ما قلتش باجي قاعد سبسي ملائكة، لا، ولكن مفهمش خيار آخر. يعني أحرار تونس والأقليات وكلهم العباد، يعني الأشخاص اللي يؤمنوا بتونس منجموش يخدموا بكل حرية إلا تحت حكومة نجم نقول البرقيبيين الجدد اللي استفادوا من تجربة برقيبة واستفادوا من تجربة بن علي، وهما توا قاعدين يعاودوا في حساباتهم وقاعدين يعملوا في برنامج لتونس. منقولش اللي هو معناتها برنامج معناتها 100% باهي، ولكن على الأقل يخرجنا من الورطة اللي احنا فيها. هذه هي المسألة المهمة، علاش معناتها انتخاب الباجي أصبحت مسألة مصيرية. عندما نقولوا احنا حجم الإسلاميين بصفة عامة، وعندما نقول إسلاميين نقصد اللي يدعموا المشروع الإسلامي، مش يعني كالإرهابيين. راهو وعندما نقولوا هو برنامج كامل من الإرهابي في الاقتصاد في الاجتماع في كل شيء في كل المجالات. هو مشروع إسلامي يجعل تونس دولة غير مستقلة، يجعل تونس تابعة للغمة،
سواء العروبة أو الإسلام. يعني هذا المشروع الكل يعني يمثل تقريبا بكل إمكانيات النهضة، البنية التحتية والبنية الفوقية والأموال وكل شيء، لا يتجاوز قرابة 30% من نسبة المنتخبين. هذا هو الشيء اللي يفرح. ولو تم تكسير البنية التحتية للنهضة سوف لا يتجاوزون 10%. وهذا اللي باش يقوم به الباجي قائد السبسي والحكومة متاعه، وهذا اللي خايفة منه النهضة. هذاك علاش شادة بيديها وساقيها في الطرطور، على خطر هو الضامن الوحيد للبنية التحتية متاعها. إذن يا شعب تونس فيق، لو تحبوا تونس تتقدم أكثر وتمشي نحو الأمام، انتخبوا الباجي قائد السبسي، على خاطر هو الضامن الوحيد لكل الأقليات في تونس، وهو الضامن الوحيد لتونس تنجم توصل نجم نقولوا البر الأمان. 5 سنين ينجم ينظف فيها البلاد من كل هذا التخلف والجهل، وتونس تعرف مرحلة جديدة وانتخابات جديدة وأفكار جديدة، والفكر الوطني التونسي 100% راهو قاعد يكبر، قاعد يكبر ويكبر ويكبر ويكبر، واحنا نشوفه كل يوم يطلع واحد يتكلم وهو فاهم. إذا وصلنا لمرحلة من الوعي أن نتحمل مسؤولياتنا وأن نعيش الحرية كأي شعوب العالم. نظن الفكرة واضحة، وهذاك علاش لازمنا ننتخبوا الباجي قائد السبسي، لأنه هو الخيار الوحيد والضمان الوحيد باش تونس تتقدم، وباش يتم ضرب كل البنية التحتية للإسلاميين والإرهاب وتنظيف البلاد من هذه الجرثومة اللي جاتنا واللي هي كانت موجودة ولكن تقوات بالطرطور وبكل الأشخاص اللي باعوا رواحهم للنهضة باسم حقوق الإنسان وباسم وباسم وباسم. ونهارة اللي يسقط الطرطور تو تشوفوا تو النهضة تلوحوا وما عادش عندها بيه حتى أهمية، هو شادد بيديه وساقيه على خطر يعرف كان ماهوش باش يبقى في الرئاسة النهضة باش تلوحوا، على خاطر هي تستعمل فيه المصالح الشخصية ولحماية البنية التحتية متاعها. نظن الفكرة واضحة، ونتمنى لتونس أنه تصل إلى بر الأمان، وأنه يتم تنظيفها من كل هذا الإجرام اللي تخللها والوسخ اللي تخللها مدة 3 سنين من اللي حكمت الترويكا والنهضة والطرطور. وبسلامة.